نبدأ في الصيام. طيب نصوم بسم الله. الصوم، الصوم معناه لغة الإمساك، واصطلاحا إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في أوقات مخصوصة. إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة التي هي المفطرات في وقت أو أوقات مخصوصة، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا تعريف الصوم. فقال لكم هنا إمساكنا عن مفطرات تسمى في وقته المعلوم سمي الصوم. إمساكنا عن مفطرات تسمى، يعني عن مفطرات ستسمى لك، ستذكر لك بعد قليل. إمساكنا عن مفطرات تسمى في وقته المعلوم، في وقت معلوم، وقت معلوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، سمي الصوم. هذا هو الصوم، إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في أوقات أو في وقت مخصوص، هذا الصوم شرعا. وأما لغة الإمساك. ثم في الصوم عندنا شروط وجوب وعندنا شروط صحة وعندنا أركان وعندنا سنن وعندنا مكروهات وعندنا مبطلات، واضح؟ شروط وجوب الصوم، قال لك الفقهاء يجب الصوم بستة شروط، يجب الصوم بستة شروط. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع الصحة، الشرط الخامس الإقامة، الشرط السادس عدم المانع الشرعي. هذه ستة تسمى شروط وجوب الصوم، انتبه، شروط وجوب الصوم. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم أي لا يطالب بالصوم، وإن كان يعذب على تركه في الآخرة كما مر معنا في الزكاة، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. نقول الإسلام فالكافر لا يجب عليه، صح. البلوغ، من عكس البالغ؟ الصبي، لا يجب عليه، لا يجب على الصبي، واضح. طبعا البلوغ، البلوغ هذا له علامات، علامات مشتركة، علامات مشتركة بين الرجال والنساء، وعلامة خاصة بالنساء. فالعلامة الخاصة بالنساء هي الحيض، الحيض علامة على بلوغ المرأة، علامة تختص بها المرأة. العلامات المشتركة هي إتمام 15 سنة قمرية تحديدية، تمام، أو خروج المني، هذه العلامات تكون في الرجل والمرأة. إذا أتم الرجل أو المرأة 15 سنة قمرية تحديدية بلغت أو بلغ، إذا خرج المني من واحد منهما بلغ، هذه العلامة خاصة بالنساء، نزول دم الحيض، تمام. فالصيام يجب على البالغ لا يجب على الصبي، الصيام يجب على العاقل لا يجب على المجنون، الصيام يجب على الصحيح
ما معنى الصحيح؟ القادر على الصوم، الذي لا يشق عليه الصوم، هذا يجب عليه الصوم. أما العاجز، العاجز لمرض أو العاجز لكبر سن، فهذا لا يجب عليه الصوم. قال الله سبحانه وتعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والفقهاء رحمهم الله قسموا هذا المريض إلى قسمين، قالوا هذا المريض إما مريض يرجى له الشفاء، مريض يرجى له الشفاء، عنده مرض لا يستطيع الصوم لكن يمكن أن يشفى، يرجى له الشفاء وأن يصوم بعد ذلك. النوع الثاني مريض لا يرجى له الشفاء، هذا أيضا مثله مثل كبير السن الذي وصل في السن إلى عمر لا يستطيع معه الصوم، هذا لا يرجى له الشفاء، لا يعود شابا مرة أخرى. تمام. إذا كان المريض يرجى له الشفاء فهذا يفطر ويقضي الأيام التي أفطر فيها، أما إذا كان المريض لا يرجى له شفاء فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين. فهمنا؟ واضح؟ الإقامة، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، المقصود بالمسافر من سافر سفرا طويلا مباحا، سفر قصر، هذا لا يجب عليه الصوم وعليه القضاء. عدم المانع الشرعي المقصود به أن المرأة ليست حائض ولا نفساء، فالحائض والنفساء لا يجب عليها الصوم، الحائض والنفساء لا يجب عليها الصوم. هذه ستة ماذا تسمى؟ تسمى ماذا؟ شروط وجوب، انتبه لكلمة وجوب، شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم. طيب أسألكم سؤال، الشرط الأول الإسلام صح؟ الكافر قلنا لا يجب عليه الصوم صح؟ طيب لو صام الكافر يصح ولا يصح؟ لو صام الكافر، الكافر قال أنا أريد أن أصوم، يصح منه الصوم ولا يصح؟ يصح أن يصوم الكافر ولا يصح؟ ما رأيكم؟ لا يصح، لا يصح الصوم. إذن هذا الإسلام شرط وجوب وشرط صحة، إذن سنكتب هنا شرط وجوب وشرط صحة. البلوغ، فالصبي، الصبي هل لو صام قبل البلوغ يصح منه الصوم ولا يصح؟ يصح. إذن البلوغ هذا شرط وجوب، لكن هل هو شرط صحة؟ ليس شرط صحة، إذن هذا ليس شرط صحة، لأن الصوم يصح من الصبي إذا كان مميزا، عمره 9 سنوات 10 سنوات يريد أن يصوم ممكن، واضح، يصح منه الصوم. العقل، شرط وجوب أو شرط صحة؟ شرط وجوب، نعم. هل هو أيضا شرط صحة؟ نعم أيضا شرط صحة، لأن المجنون حتى لو صام لا يصح منه الصوم، إذن هذا أيضا شرط صحة، واضح. المريض لو قال أنا أريد أن أصوم وصام يصح منه الصوم ولا يصح؟ يصح منه. لو تحمل وصام يصح منه، إذن هذا ليس شرط صحة. الإقامة، لو قال المسافر الصوم غير واجب علي لكن أنا أريد أن أصوم يصح منه أو لا يصح؟ يصح، إذن هذا ليس شرط صحة. الحائض والنفساء، لو قالت المرأة الحائض أريد أن أصوم، ما رأيكم؟ لا يصح، إذن هذا شرط صحة. إذن كم شروط الصحة الآن؟ 3: الإسلام،
شرط صحة صح؟ اثنين العقل شرط صحة، ثلاثة عدم الحيض والنفاس، هذه الثلاثة تسمى شروط ماذا؟ شروط صحة. الرابع من شروط الصحة كون الوقت يقبل الصوم، لأن بعض الأوقات لا تقبل الصوم، لو صمت فيها لا يصح الصوم. هنالك بعض الأوقات لا تقبل الصيام، ما هي الأوقات التي لا تقبل الصيام؟ مثلا يوم عيد الفطر، يوم عيد الفطر لا يقبل الصيام، لو صمت يوم عيد الفطر لا يصح صومك. يوم عيد الأضحى لا يقبل الصيام. أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة لا تقبل الصيام. يوم الشك لا يقبل الصيام إلا إذا كان هنالك سبب، إذا كان عليك نذر أو قضاء أو عادة، وإلا لا يصح الصوم فيه. النصف الثاني من شعبان لا يقبل الصوم إلا إذا وصلته بما قبله أو كان هنالك سبب. هذه الأيام التي ذكرتها لك، يوم عيد الفطر، يوم عيد الأضحى، أيام التشريق الثلاثة، يوم الشك، والنصف الثاني من شعبان، هذا تسمى أو هذه تسمى الأيام التي يحرم فيها الصيام. كم عددها؟ خمسة. نحن في الصلاة درسنا أن هنالك خمسة أوقات تحرم فيها الصلاة صح؟ بعد صلاة الفجر، عند طلوع الشمس حتى ترتفع، عند الاستواء، بعد صلاة العصر، عند غروب الشمس حتى يتكامل غروبها. خمسة أوقات تحرم فيها الصلاة، التي هي صلاة لا سبب لها أو لها سبب متأخر. هنا عندنا خمسة أوقات يحرم فيها الصيام ولا يصح، وهنا يحرم فيها الصلاة ولا تصح. ما هي؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم الشك، أيام التشريق، يوم الشك، النصف الثاني من شعبان. واضح؟ انظر ماذا قال هنا، قال حفظه الله تعالى: شروط وجوب الصوم. ننتبه إلى هذه الشروط. قال: شرط الصيام الصحة، شرط الصيام الصحة. موجود على سبورة الصحة أو لا؟ موجود صح؟ شرط الرابع على سبورة: شرط الصيام الصحة الإسلام. الإسلام موجود؟ موجود. شرط الصيام الصحة الإسلام إطاقة. إطاقة ما معنى إطاقة؟ ها؟ إطاقة، إطاقة عدم المانع الشرعي، الإطاقة الشرعية، يعني عدم الحيض والنفاس. وأيضا يصح أن تقصد بالإطاقة الصحة، يصح أيضا. إذن موجود. قال: تكليف. ما معنى التكليف؟ البلوغ، فقط البلوغ. البلوغ وماذا؟ البلوغ والعقل موجودان، البالغ العاقل. والمقام، المقام ما معنى المقام؟ الإقامة موجود. إذن كلها موجودة، إذن كلها موجودة: الإسلام، البلوغ، العقل، الصحة، الإقامة، عدم المانع الشرعي. ثم قال: أركان الصوم. سأعود إلى أركان الصوم، سأعود إليها. نذهب إلى شروط الصحة. كم شروط الصحة؟ أربعة: الإسلام، والعقل، وعدم المانع الذي هو الحيض والنفاس، وكون الوقت يقبل الصيام. أربعة. انظر ماذا قال: شروط صحة الصوم أربعة، بها يحل الصوم: العقل والإسلام، ثم العلم بوقته المباح دون بأس، والطهر من حيض ومن نفاس. هذه الأربعة. واضح؟
أربعة بها يحل الصوم: العقل والإسلام ثم العلم بوقته المباح دون بأس، أي بالوقت الذي يباح فيه الصيام دون بأس، يعني دون إثم، يباح فيه الصيام دون إثم، لأن الصوم في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق ويوم الشك والنصف الثاني من شعبان لا يباح، بل فيه الإثم، فيه البأس، فالمقصود بالبأس هنا الإثم، واضح؟ قال الرابع: والطهر من حيض ومن نفاس. هذه تسمى شروط صحة الصوم، فهمنا؟ إن شاء الله. بقي أن نتكلم على أركان الصوم. قال لك أركان الصوم ثلاثة، أركان الصوم ثلاثة. الركن الأول من أركان الصوم النية، والركن الثاني من أركان الصوم الصائم، والركن الثالث من أركان الصوم ترك المفطرات. كم هذه؟ ثلاثة. أركان الصوم ثلاثة: النية، الصائم، ترك المفطرات. النية، الصائم، ترك المفطرات. ذكرها في بيت واحد فقال: أركان صوم نية واحد، أركان صوم نية أن تجتمع مع صائم اثنين، عن مفطرات يمتنع ثلاثة. واضح؟ أركان الصوم ثلاثة: النية، الثاني الصائم، الثالث الامتناع عن المفطرات، ترك المفطرات. ثلاثة أركان صوم: النية أن تجتمع مع صائم، عن مفطرات يمتنع. النية في الصوم إذا كان الصوم صوم فرض، متى يكون الصوم صوم فرض؟ متى يكون الصوم واجبا؟ في رمضان فقط، نذر فقط، ها؟ أيوة، فرض، يعني الفرض هو يشمل رمضان ويشمل النذر ويشمل القضاء، أحسنتم، فقط. وماذا؟ كفارة فقط. باقي واحد، خمسة مواضع يكون الصوم فيها فرض، يكون الصوم فيها واجب، خمسة مواضع: رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة أو ماذا؟ مر معنا قريبا هنا قبل أسبوعين في المعهد، لا يوجد. إذا أمر الإمام الناس بالصوم قبل الاستسقاء، يستحب للناس قبل أن يصلوا صلاة الاستسقاء أن يصوموا ثلاثة أيام، يستحب. لكن إذا أمر الإمام وقال للناس صوموا يصير واجبا، فهمنا؟ يستحب للناس قبل الاستسقاء أن يصوموا ثلاثة أيام، مستحب. لكن إذا أمر الإمام وقال للناس صوموا يصير هذا الصوم ماذا؟ واجبا. هذا إذن الصوم الفرض كم أنواع؟ خمسة: إما أداء رمضان، وإما قضاء رمضان، وإما النذر، وإما الكفارة، وإما أمر الإمام الناس بالصيام في الاستسقاء. قال لكم صاحب الزبد في باب الاستسقاء: صلي كعيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والإعتاق والصيام ثلاثة، ورابع الأيام فليخرجوا ببذلة التخشع مع صبية ورتع وركع. واضح؟ على كل حال هذه خمسة مواضع يكون فيها الصوم واجبا. إذا كان الصوم واجبا فكيف النية؟ قال لك العلماء: إذا كان الصوم واجبا إما رمضان وإما قضاء وإما فدية عفوا وإما كفارة وإما نذر وإما في أمر الإمام في واحد من هذه الخمسة
فيجب عليك في النية أمران. الأمر الأول، يجب عليك أن تكون نيتك من الليل قبل الفجر، لابد أن تبيت النية قبل الفجر، واضح؟ يجب عليك أن تكون نيتك قبل الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قالوا: ويجب أن تعين نوع الصيام. ماذا ستصوم؟ تنوي أنك ستصوم رمضان، تعين، واضح؟ تنوي أنك ستصوم قضاء، تعين، تنوي أنك ستصوم نذر، تعين. إذن لا بد من أن تكون النية قبل الفجر، ولا بد أن تعين نوع الصيام. انتبه، هل يجب عليك أن تنوي أن هذا الصوم فرض؟ لا يجب، يستحب. في الصلاة يجب، في الصوم يستحب. يعني في الصلاة عندما تصلي صلاة المغرب مثلا، ماذا تنوي؟ عندما تصلي صلاة المغرب تكبر تكبيرة الإحرام، تنوي ثلاثة أشياء: فعل الصلاة، وأنها مغرب، وأنها فرض. ثلاثة أشياء: فعل الصلاة، واحد، أنها مغرب، هذا يسمى التعيين. مغرب يعني ليست عشاء، ليست فجر، ليست ظهر، ليست عصر، مغرب. وأنها فرض، ثلاثة أشياء. في الصوم يكفي أن تعين فقط، لكن لا يجب عليك أن تنوي الفرضية. إذن النية في صوم الفرض لابد أن تكون قبل الفجر، تبدأ من بعد غروب الشمس وتكون قبل الفجر. الأمر الثاني بارك الله فيكم، لابد أن تعين نوع الصيام، هل هو صوم نذر، هل هو صوم رمضان، هل هو صوم كفارة، ما هو هذا الصوم الذي تصوم. هذا إذا كان الصوم صوم فرض. طيب إذا كان الصوم صوم نفل، قالوا لك إذا كان الصوم صوم نفل يجوز أنك تنوي من النهار، بشرط أن تكون النية قبل الزوال، قبل الظهر. يعني ممكن في الصباح الساعة 9 صباحا، الساعة 10 صباحا لم تأكل شيئا، من الفجر لم تأكل شيئا، يمكن تقول نويت أن أصوم هذا اليوم. سواء كان هذا الصوم صوم النفل من الأيام التي يستحب فيها الصيام أو لا، يعني سواء كان هذا اليوم يوم عرفة، يوم عاشوراء، يوم اثنين، يوم خميس، أو أي يوم من الأيام الأخرى، يصح أن تنوي من النهار بشرط أن يكون قبل الظهر، واضح؟ ولا يجب عليك التعيين عند أكثر الشافعية، حتى تعيين لا يجب عليه. إذن هذا ما يتعلق بالنية. قال: أركان صوم النية أن تجتمع مع صائم عن مفطرات يمتنع، سيأتي بيان المفطرات إن شاء الله بعد قليل. ثم قال: سنن الصوم. السنن جمع سنة، والسنة ما أمر بها الشارع أمرا غير جازم، ما أمر بها الشارع أمرا غير جازم، أي ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فقال: سنن الصيام، ذكر بعضا منها. قال: وسنن الصوم بتمر أفطرين، أي يستحب أن يفطر على تمر، ويستحب أن يكون التمر وترا ثلاثا، تمام. قال: وسنن الصوم بتمر أفطري وعجل الفطر، أي ويستحب له أن يعجل الفطر، لكن انتبه، يعجل الفطر إذا تيقن غروب الشمس، أما إذا كان يشك هل غربت الشمس أو لم تغرب فلا يعجل، لأن الأصل بقاء النهار، واضح؟ بعضنا يظن أن التعجيل مستحب في كل الحالات، لا، غير صحيح. إنما يستحب لك أن تعجل بالإفطار إذا تحققت من غروب الشمس، أما إذا كنت تشك هل غربت الشمس أو لم تغرب فلا تعجل ولا تفطر حتى يغلب على ظنك أن الشمس قد غربت. قال: وسنن الصوم بتمر أفطري وعجل الفطر،
سحورا آخرين، أي آخر السحور يستحب تأخير السحور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان ما بين سحوره وصلاته قدر 50 آية، هذا يدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور. ثم قال داوم على قراءة القرآن، أي رمضان القرآن يقرأ في جميع الأوقات، لكن رمضان له خصوصية في الإكثار من تلاوة القرآن، والصوم والقرآن بينهما رابط قوي، فإن رمضان خص بما خص به لأنه شهر نزول القرآن، ولذلك الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في الحديث الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، وكان جبريل رضي الله وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، فقال داوم على قراءة القرآن وزد من الإنفاق في رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، يكون أجود بالخير من الريح المرسلة، فقال وزد من الإنفاق في رمضان. ثم قال مكروهات الصيام، مكروهات الصوم، أي الأشياء التي تكره من الصائم. أول شيء ذكر المضمضة والاستنشاق. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق هكذا حتى تجذب الماء حتى يطلع إلى الخياشيم، إلا أن تكون صائما، لأنك إذا بالغت وأنت صائم فإن هذا قد يؤدي إلى دخول الماء عبر الأنف إلى الجوف. فقال وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما، إذا كنت صائما لا تبالغ، واضح؟ فقال مضمضة نشق مع المبالغة، أي يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة وأن يبالغ في الاستنشاق. ثم بنحو علكهم أن تمضغه. ما معنى العلك؟ تعرفون العلك أو لا؟ أظن باللغة الإنجليزية يسمى شوينغام، عرفتم؟ يعجب النساء كثيرا. لا يوجد هنا ICBB هكذا، عرفتم أو لا؟ تكون قطعة صغيرة هكذا، قطعة صغيرة ثم يضعها في فمه، ماذا يسمى؟ ماذا؟ عرفتم أو لا؟ لازال هؤلاء لم يعرفوا، يمكن أن تقول لهم بصوت مرتفع؟ ما؟ باب الجم هكذا؟ نعم هكذا، ممكن تفعل به بالون صغير هكذا، نعم. واضح؟ عرفتم؟ هذا العلك مكروه. متى يكون مكروها؟ يكون مكروها إذا كان لا يدخل جزء منه إلى الداخل فقط، إذا كان هنا فقط لا يدخل، أما إذا كان يذوب. الآن العلك الموجود هذا فيه سكر، عندما تضعه في فمك يذوب شيئا شيئا شيئا، يدخل مع اللعاب إلى الداخل إلى الجوف، هذا يبطل الصيام. ليس هذا، نتكلم على العلك الذي لا ينفصل منه شيء، لا يتحلل منه شيء، واضح؟ أما إذا كان يتحلل منه شيء ويدخل مع اللعاب إلى الجوف هذا يفسد الصوم، فهمنا؟ إن شاء الله. ومن هنا تعرف بارك الله فيك، يوجد بعض الدواء تابلت يضعه المريض تحت اللسان هنا ثم يذوب شيئا فشيئا ويدخل إلى الجسم، أظن هذا لمرضى القلب الذين عندهم أمراض القلب يستعملون هذا النوع من الدواء، دواء يوضع هنا تحت اللسان حبة تابلت هنا تذوب شيئا فشيئا ثم تدخل إلى الجسم، هذا الذي يذوب شيئا فشيئا ثم يدخل مع اللعاب إلى الجسم يفسد الصوم.
لأن أي شيء يصل إلى الجوف يفسد الصيام ولو كان يسيرا. تمام. فقال: مضمضة نشق مع المبالغة، ثم بنحو علكهم أن تمضغ. حجامة، الحجامة مكروهة. الحجامة عند الشافعية لا تفطر، والحديث الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، ولذلك مذهب الشافعية أن الحجامة لا تفطر الصائم خلافا لمذهب أحمد. فمذهب الحنابلة أن الحجامة تبطل الصيام، مذهب الشافعية أن الحجامة لا تبطل الصيام لكنها مكروهة. طب لماذا مكروهة؟ قالوا خروجا من الخلاف، مراعاة لخلاف أحمد. فخروجا من الخلاف نقول إنها مكروهة، لكن لو احتجم وهو صائم فإن صومه صحيح. تمام. قال: حجامة ذوق الطعام فيه. تذوق الطعام، تذوق الطعام عندما يكون الإنسان يصنع طعاما وهو صائم، المرأة تصنع الطعام وهي صائمة تتذوق، هذا مكروه إلا إذا احتاجت، مثلا عندها طفل صغير تحتاج أن تمضغ الطعام من أجل أن يكون لينا للطفل، فإذا احتاجت لا بأس، لأن عندنا قاعدة فقهية تقول إن المكروه أو إن الكراهة تزول بالحاجة. إذا كان الإنسان يحتاج لشيء مكروه الكراهة تنتهي، إن الكراهة تزول بالحاجة. قال: مضمضة نشق مع المبالغة، ثم بنحو علكهم أن تمضغه، حجامة ذوق الطعام فيه، مكروهة كراهة التنزيه. ثم قال: مبطلات الصيام. نقف هنا، أفتح لكم المجال للأسئلة إذا كان عندكم أسئلة، ما عندكم أسئلة نواصل. توجد أسئلة ولا توجد أسئلة؟ إذا لا توجد أسئلة نواصل، هذا يسير ليس صعبا. نواصل، نأخذ هذا 5 أبيات فقط، مبطلات الصيام. قال: مبطلات الصوم 11 في الصيام مبطلة، وصول عين جوف ما ينفذ له، والقيء والجماع والخروج للمن بالشهوة والولوج في ذا مع العمد والاختيار وعلمه بالإثم والأوزار. تمام. ثم قال: ثم الجنون السكر والإغماء، عما النهار بهما اعتداء، والحيض والنفاس والولادة، وفعل أمر يقتضي ارتداده. انتبه معي، ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات 5 مبطلات الصيام. أول مبطل من مبطلات الصيام قال: كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصوم. اكتب هذا، كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصوم. كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصوم. مرة ثالثة، كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح تفسد الصوم. كل عين، ما معنى عين؟ عين يعني شيء محسوس، شيء محسوس، شيء يحس حتى وإن كان صغيرا، شيء يحس، سواء هذا الشيء الذي يحس يؤكل أو لا يؤكل في العادة. كل عين وصلت إلى الجوف، ما معنى الجوف؟ الجوف البطن، الرأس، دماغ، باطن الأذن، داخل الأذن، البطن، الدماغ، باطن الأذن، القبل، الدبر، 5. ما
مرة أخرى. ما هو الجوف؟ الجوف البطن والدماغ وباطن الأذن، تمام، والقبل والدبر. مرة ثالثة، البطن، الدماغ، باطن الأذن، القبل، الدبر. هذه إذا وصل إليها شيء الصيام يفسد. إذا وصل شيء إلى البطن، أو وصل شيء إلى الدماغ، أو وصل شيء إلى داخل الأذن، إلى باطن الأذن، أو وصل شيء من الدبر، أو وصل شيء من القبل، الصوم باطل. كل عين وصلت إلى الجوف من منفذ مفتوح. منفذ مفتوح، مفتوح سواء فتح أو مفتوح خلقة أو فتح بنحو طعنة. لذلك على سبيل المثال قالوا لو أن إنسانا أخذ شيئا فأدخله في بطنه هكذا بطل صومه، لأن مثلا أدخل حديدا في بطنه مثلا، هذا الحديد عين وصلت إلى الجوف إلى البطن من منفذ منفتح يفسد الصوم. بخلاف مثلا لو كان إنسان يمشي فوطئ شوكة، كان يمشي وطئ شوكة، الشوكة عين صح، شيء محسوس، دخلت، هل دخلت إلى الجوف؟ هل القدم من الجوف؟ القدم من الجوف أو لا؟ لا، إذن لا يفسد الصوم. مثلا شخص قطع يده، السكين دخلت في يده أو غرز إبرة في يده، يبطل صومه؟ لا يبطل صومه. الإبرة هذه عين نعم، لكن هذا ليس جوفا، واضح أو لا؟ إنما يبطل الصوم إذا وصلت العين إلى الجوف من منفذ مفتوح كما شرحت لكم. ومن هنا تعلم أن قطرات الأنف تفسد الصوم، لأن الأنف يوصل إلى الجوف، ولذلك في الحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن هنا تعلم أن مذهب الشافعية أن قطرات الأذن تفسد الصوم، مذهب الشافعية هكذا. وإن كان بعض الشافعية اختار أن الأذن منفذها منغلق كالغزالي رحمه الله، وبالتالي على اختيار الغزالي لو قطر في أذنه وهو صائم فصومه صحيح. ومن هنا تعلم أنه لو قطر في عينه مثلا فإن صومه صحيح، لأن العين ليس فيها منفذ إلى الجوف، إنما فيها فتحات صغيرة تشبه مسام الجلد، فقطرات العين لا تفسد الصوم. إذن نقول قطرات الأنف تفسد الصوم، قطرات العين لا تفسد الصوم، قطرات الأذن محل خلاف، في مذهب الشافعي تفسد الصوم، واختار بعض الشافعية أنها لا تفسد الصوم. واضح أو لا؟ واضح إن شاء الله. فقال لكم هنا 11 في الصيام مبطلة، وصول عين جوف ما ينفذ له. من مفسدات الصيام القيء، القيء منتح صح؟ القي يفسد الصوم متى؟ إذا تعمده، أما إذا خرج بغير اختيار منه ولا قصد فلا يفسد صومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه أي غلبه القي فلا قضاء عليه، ومن استقى أي تعمد هكذا حتى يتقيأ فليقضي. قال والجماع، وهذا أعظم المفطرات، إذا جامع في نهار رمضان فإنه يفسد صومه. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن من جامع في نهار رمضان ترتب على فعله ستة أشياء،
كم؟ ستة. من جامع في نهار رمضان ترتب على فعله كم أشياء؟ ستة أشياء. ما هي ستة الأشياء؟ الإثم واحد، أول شيء يأثم، الثاني فساد الصوم، صومه فاسد، الثالث وجوب الإمساك بقية اليوم. ليس معنى أنه جامع خلاص يباح له أن يفعل أي شيء من المفطرات الأخرى، لا، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. الإثم فساد الصوم، وجوب الإمساك بقية اليوم، والقضاء عليه أن يقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده. واضح؟ كم هذه؟ أربعة، صح؟ وعليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وهذه الفدية على الرجل فقط دون المرأة. واضح؟ على الرجل فقط. طيب، الأمر السادس ماذا عليه؟ يعزره الحاكم القاضي، يعزره. ما معنى يعزره؟ يؤدبه إن لم يأتي تائبا. كيف يؤدبه؟ ممكن يحبسه، ممكن يجلده، ممكن يحلق له شعره مثلا. واضح؟ يعزره إن لم يأتي تائبا. هذه كم أشياء؟ ستة أشياء: الإثم، فساد الصوم، وجوب الإمساك بقية اليوم، القضاء، كفارة مغلظة، التعزير وجوبا إن لم يأتي تائبا. أما إذا جاء تائبا خلاص لا شيء عليه. قال: والقيء والجماع والخروج للمني بشهوة، أي إذا خرج المني بشهوة مع مباشرة. يعني شخص مثلا باشر زوجته فأخرج المني، أو باشر امرأة أجنبية فأنزل المني، واضح؟ فسد صومه. قال: والولوج في ذا مع العمد والاختيار وعلمه بالإثم والأوزار. يقول لك إن هذه الأشياء السابقة التي هي وصول عين إلى الجوف من منفذ مفتوح، والتقيؤ، والجماع، والمباشرة بشهوة، هذه الأشياء يفسد الصوم بسببها بثلاثة شروط: العلم واحد، العمد اثنين، الذكر ثلاثة. لابد أن يكون عالما أن هذه الأشياء تفسد الصيام، إذا كان جاهلا لا يفسد صومه. يعني على سبيل المثال قلت لكم الآن أن قطرات الأذن على مذهب الشافعي تفسد الصوم، صح؟ بعض الناس قال: أنا لا أعلم هذا، أنا كل ليلة في أنا كل يوم في رمضان أضع هذا الدواء في أذني، لا أعلم أنه يفسد الصيام، هل صومي فاسد في الأيام السابقة؟ نقول لا، لأن شرط فساد الصوم أن تكون عالما، فالجاهل إذا فعل شيئا من المفطرات لا يفسد صومه. الشرط الثاني أن يكون عامدا، فلو كان غير متعمد لا يفسد صومه. الشرط الثالث أن يكون ذاكرا، فإذا كان ناسيا وفعل شيئا من هذه المفطرات، ناسيا فأكل، ناسيا فشرب، ناسيا فجامع، يمكن تمام، لا يفسد صومه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. هذا دليل خاص. دليل عام: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك قال: في ذا مع العمد والاختيار وعلمه بالإثم والأوزار. وأيضا يشترط أن يكون مختارا لا مكرها. نعم. ثم ذكر بقية المفطرات وهي واضحة: الجنون، فإذا جن الصائم فسد صومه، كذلك إذا
سكر، غاب عقله بسكر يفسد صومه. كذلك إذا أغمي عليه وعم الإغماء جميع النهار، أغمي عليه من الفجر إلى المغرب، عم الإغماء جميع النهار، هذا هو المعتمد، فإن صومه يبطل ولو أفاق ولو لحظة صح صومه. ولذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله: وإن يفق مغمى عليه بعض يوم ولو لحيضة يصح منه صوم. ثم قال: والحيض أي أن المرأة الصائمة إذا نزل منها دم الحيض أو نفست أو حصلت لها الولادة فإن صومها يفسد. كذلك إذا حصل منه ردة فخرج عن الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد فإن صومه يبطل. وأشار إلى ذلك الناظم حفظه الله تعالى بقوله: والحيض والنفاس والولادة وفعل أمر يقتضي ارتداده. نقف هنا، غدا إن شاء الله نأخذ أحكام الاعتكاف ثم نذهب إلى الحج والعمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.